ابدأ دول بقالهم 3 شهور بيشتغلوا، انا ادعي بلا نوم بلا هوادة بلا راحة، علشان المسألة دي بالتحديد تطوير الصناعة المصرية، تذليل العقبات امام المستثمرين والمصنعين. ابدأ اتعملت بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لمين؟ لمجموعة من خريجين البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وبدأوا يشتغلوا على ربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة. طيب أنا بصنع يعني المصانع والمكن والتكنولوجي، ولا كمان أنمي العنصر البشري؟ لا، أنمي العنصر البشري. طيب ويا ترى هل ترى التصنيع ده أنا هستورد المكن زي ما هو والتكنولوجيا زي ما هي، ولا أنا أبدأ أوطن صناعة ووطن عوامل التنمية ووطن البحث التكنولوجي والبحث العلمي؟ ليه؟ عشان أعمل استدامة، استمرارية لابدأ، استمرارية تفضل موجودة معايا طول الوقت. المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية اللي هي ابدأ أدت إيه بقى؟ أقول لك، عشان إحنا هنا كل اللي أنا قلته ده مقدمة اللي أنا بحكيه لك دلوقتي، إنه بنشتغل عشان نوصل لمستهدفات. طيب تعال نشوف المستهدفات أو أهدافنا. ابدأ حققوا 3 أهداف: 1 يوفر فرص عمل، 2 يوطن صناعة حديثة. أنا ممكن أقول لك أصل أنا عملت مصنع فؤوس زراعية. طيب 3 أقلل فجوة الاستيراد. ما أنا لما بوطن الصناعة الحديثة وأخلق فرص عمل، أخلق فرص عمل بناء على التدريب، ما أنا مدرب الناس، يبقى ساعتها طلعت منتج. المنتج ده إذا كنت بستورد ب10 جنيه دلوقتي، أنا مثلا إيه أستورد ب8، بعد شوية أستورد ب6، بعد شوية أستورد ب4، وهكذا. يبقى أنا أقلل الاستيراد بتاعي. ليه؟ لأن أنا بزود الاستثمارات الجديدة. جديدة في إيه؟ في قطاعات صناعية حديثة. طيب القيمة قد إيه بقى؟ 200 مليار جنيه. توفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة بالمناسبة، وفرص غير مباشرة، كل ده متضمن في 150 ألف. اللي عايزين نشتغل عليه ده خلال 4 سنين كمان اللي جايين. طيب تعال نشوف المحاور بتاعت ابدأ تطوير الصناعة المصرية. 3 محاور: مشروعات كبرى، دعم الصناعة، البحث والتطوير والتدريب. ادي تقول كده 3 محاور. طيب ال 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 اللي بيحصل من ابدأ هو الخطوة التي تبدو صغيرة. ليه؟ بيقودها شبان، بس شبان مخهم شغال وفعلا ما بيناموش. تعالوا نشوف او ناخد معانا على التليفون عبد الرحمن عمر، عضو مبادرة ابدأ. ازيك عبد الرحمن؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ ايه احوالك؟ الحمد لله تمام. بما اني كنت بقول ابدأ افكار يقودها ويديرها الشباب، عندك كم سنة يا عبد الرحمن؟ 30 سنة. الله اكبر، اتخرجت من ايه؟ انا تجارة السويس. حلو. 2012 وتدربت في العمل المصرفي، اخر تايتل كان او اخر درجه وظيفيه كانت نائب مدير عام باحد البنوك. الله الله الله. تنقلت ما بين 3 بنوك يعني، كلهم اشتغلت في ائتمان الشركات واداره المحافظ الائتمانيه الحمد لله يعني. طب دي حاجه عظيمه جدا. بتعمل ايه في ابدا يا عبد الرحمن؟ ابدا يعني يمكن حضرتك كنت بدات في شرحها بشكل وافي، ولكن ممكن نضيف على شرح حضرتك كام نقطه عشان برضه افهم الناس احنا بنعمل ايه. ارجوك. احنا بدانا الشغل على مبادره ابدا في اكتوبر 21، ويمكن قبل التاريخ ده كمان كنا ب6 شهور كنا شغالين بشكل تحت ملف الصناعه، لكن ما اتبلورتش فكره حقيقيه احنا ايه المخطط بتاعنا، لغايه لما وصلنا لاكتوبر 21 ان بقى في زي صيغه او نموذج عمل نقدر فعلا نقول ان ده النموذج اللي نقدر نشتغل بيه، ويمكن اللي حضرتك عرضته من شويه. النموذج دوت احنا اشتغلنا عليه 12 شهر قبل اعلان المبادره او اطلاق المبادره في اكتوبر 2022 عشان تظهر للنور بالشكل اللي احنا شرحناه للناس. طيب هل كان، عشان برضه في ناس بتبقى شايفه، هل في صدفه ان القرار بتاع ان احنا نهتم بالصناعه ده النهارده؟ لا، ده ما كانش وليد صدفه. احنا كنا شايفين، ويمكن واحنا مذاكرين الوضع الاقتصادي سواء العالمي او الخاص بمصر، ان احنا هنخش في ازمه سلاسل توريد، وان في فرصه حقيقيه في ظل ازمه سلاسل التوريد ان مصر يبقى ليها مكان ونصيب في خريطه سلاسل التوريد والامداد العالميه، ان احنا نخلي او نسوق لمصر كفكره
مركز لوجستي المصانع تنتقل اليه. الحمد لله احنا ازمه الطاقه من 2016 لغايه النهارده احنا حققنا فيها نجاحات وبقى عندنا فوائد طاقه. بنيه تحتيه من 2016 لغايه النهارده لو احنا عكسنا التقدم اللي فيها الحمد لله بقى كويس، فبقى عندنا بنيه تحتيه وطاقه متوفره في وقت فيه بعض الدول بقى عندها ازمه طاقه وبقى عندها كمان عقوبات اقتصاديه، في حين ان انا عندي اقتصاد الحمد لله متوفره فيه الطاقه ومتوفره فيه البنيه التحتيه وقدره اقتصادنا على التعامل مع الاقتصاديات المجاوره سواء من الغرب او من الشرق، الحمد لله احنا بندير علاقات تسير متوازنه، فالاقتصاد عندنا معلوش عقوبات وعندنا اتفاقات تجاريه وتجاره حره نقدر نتعامل بيها وندير بيها اسواق كويس. العوامل دي خلتنا ان احنا واثقين ان احنا لو احنا بدانا فعلا حاطين الصناعه بخطط ذكيه وبنتعامل بيها مع رجال الاعمال ورجال الصناعه المصريين ان احنا نوجههم سريعا ونحفزهم في اتجاهات الدوله المصريه، الموضوع هنقدر نلاقي ثماره. يمكن برضو الناس مثلا لما تيجي نتكلم على صناعه الناس بتفكر فكره ان احنا نعملوا مصانع جديده، لا احنا مش هاملين الناس اللي بدات والناس اللي اشتغلت والناس اللي صمدت في يمكن سنين صعبه مع تغيرات اقتصاديه ومع خطه اصلاح اقتصادي. انا ما اقدرش اهمل النهارده اي مصنع ايا كان حجمه ايا كان الدور اللي بيأديه حتى لو كان دور بسيط حتى لو كانت مواد تعبئه وتغليف بسيط مهم مطلوب في الاقتصاد. حلو. النقطه الثانيه كانت اهم رساله احنا بنأكد عليها يمكن لما كنا بنقعد مع المجتمع المصنعين المصريين، هو انتوا جايين تعملوا الحاجات اللي احنا بنعملها يعني؟ لا احنا جايين نكمل السوق، وده اللي حصل في اكثر من مشروع. احنا على الناب بنخش في الصناعه المغذيه سواء بنعمل تكامل باك انتجريشن او فور انتجريشن اللي هو بكمل المنتج اللي موجود سواء اشوف هو ايه مدخلاته فبصنعها او ايه اللي ممكن استخدمه عشان اطور المراحل التصنيعيه جوه مصر عشان اعلي القيمه المضافه على اللي بيتم في المرحله التصنيعيه. ده اللي احنا شغالين عليه ودي الفلسفه اللي احنا دايما بنقولها للناس. انا بشكل شخصي يمكن كنت احد الناس اللي بدات وما زالت في المبادره بتتكلم في فكره دعم الصناعه ومصانع المخلفه والمتعثره وبحث حلولها ايه واسباب التعثر بتاعها ايه. ويمكن من مؤتمر الاقصر لما السيد الرئيس اتكلم قال لك المصانع اللي بدات وحصل عندها انها مخالفه وبقت مش عايزين المواطن يبقى في مواجهه الدوله وعايزين اللي بدا واشتغل وسعى انه ياخد رزقه بالحلال نحن نقننه ونشرعنه ونوفق له وضعه. ودي كانت احد الرسائل برضه ان احنا لما حتى كنا بنتكلم المصانع اللي عندها المشاكل النوع ده انا مش جاي ابقى ضدك، انا جاي اقول لك الصح ايه واعرفك ايه مزاياه وازاي تستفيد منه، لان في الاول وفي الاخر هو بيدير منشاه عايز بتهدف الى الربح فلازم ما نقلوش من حاله الربح لحاله الخساره. والا مش هيسيب ومش هيستمر لو انا ما اشتغلتش بقى على الدماغ دي. النقطه الاهم والاخطر عندنا كمان في مجتمع المصنعين فكره المجتمعات التصديريه. في دول الحمد لله حققت تجربه ناضجه في فكره المجتمع التصديري وازاي المصنعين اللي عندها بقوا شاطرين في فكره استهداف الاسواق الخارجيه، احنا لسه الخبره دي بالنسبه للمصانع الصغيره والمصانع المتوسطه مش ناضجه. عندنا مصانع قادره على التصدير وفي يعني في القطاع مثلا الصناعات المنزليه النهارده بيتكلم صدر لاكثر من 36 دوله وقطاع ناضج وقطاع محرك قوي في الاقتصاد المصري، لكن قطاعات ثانيه لسه ما عندهاش المستوى النضج ده. فازاي ننقل لهم فكره المجتمع التصديري وازاي اساعده على ده وازاي اوفر لهم المعامل اللي تعتمد منتجاتهم جوه مصر عشان هو مش كيان كبير فمش هيقدر يسفر المنتج ده لاسواق خارجيه. دي كلها كانت اهداف وتطلعات احنا مش داخلين بشكل عشوائي. كل اجراء احنا كنا بنعمله كانه اجراء جراحي بننفذه واحنا عارفين المغزى منه ايه علشان يبقى فعلا احنا بنطلع اكبر نتيجه ممكنه في اقل وقت ممكن، لان احنا فعلا رفاهيه الوقت مش موجوده. صح 100%. طب عبد الرحمن عندي ليك كده كام سؤال عايز افكر معاك بصوت عالي. كل الاقتصادات الكبيره اللي في الدنيا بالتاكيد لازم تبقى قايمه على اقتصادات صناعيه بالمقام الاول، حتى الاقتصادات اللي كانت قايمه على اقتصاد زراعي فعندها تصنيع زراعي وايضا جوانب صناعيه اخرى، بخلاف الاقتصاد بتاع سنغافوره ده حاله مختلفه تمام. النهارده انا علشان اعمل صناعه مش هقدر فجأة أخش على صناعات ثقيلة ضخمة معقدة، لكن لازم أبدأ الأول بصناعة أو صناعات المغذية. هل أبدأ ليها دور في مسألة دعم الصناعات المغذية؟ هضرب لك مثل علشان أوضح اللي أنا عايز أسأل عليه. أنا ما ظنش أن أنا عندي في مصر مثلا مصنع بوجيهات شموع احتراق، ودي مش محتاجة تعقيد، صناعة لشيء ما مكون صغير جدا في موتور العربية ما بصنعوش في مصر. هل ابدأ بتدي حافز للي يخش في صناعة لم يكن لها سابقة في مصر قبل كده؟ ده يا فندم اكيد احنا الحافز الحقيقي
يعني خلينا نضرب مثال في حاجه احنا عملناها فعلا. مصر حلو. ما كانتش بتصنع كومبريسور التبريد الخاص بالتكييف ولا كومبريسور التبريد الخاص بالثلاجه. صح. ليه؟ كبار مصنعي الاجهزه المنزليه هم رجال صناعه في المقام الاول، ولكن احتياجاتهم مجمعه تقدر تقوم مصنع. لكن كل واحد كان بيعتمد ان هو بيعتمد مع مورد خارجي للمنتج ده او للمدخل ده، فكل الطلب بتاعهم مش متوحد في حته ولكن متقسم على اكثر من شركه اجنبيه. لما قعدنا مع قطاع الاجهزه المنزليه، ويمكن هم متنافسين في السوق المحلي وفي السوق العالمي، لما قعدوا مع بعض وبداوا يحددوا المواصفات القياسيه اللي هم محتاجينها وبيستهدفوا ليها، النهارده بقى عندنا اتجاه ان يبقى في كومبريسور تكييف موجود جوه مصر وكمبريسور ثلاجه موجود جوه مصر. طيب بس كده لا، قدرنا كمان، في ناس هي شغلتها انها بتستورد، هو راجل بيعرف يستورد قطع معينه ويبيعها للمصانع وخلاص، هو ده دوره في الاقتصاد. هل ده دور مطلوب؟ هذا دور مطلوب بس. طب دلوقتي صعب ان احنا نستورد، طب انت تقفل؟ لا ما تقفلش، تعالى انت كنت بتجيب المكون ده منين؟ جيبه والله من شركه كذا او كذا او كذا. اقنعهم يجوا يصنعوا جوه مصر، وده نموذج نجحنا فيه ان احنا مستوردين ان هم يبقى بشراكه مع شركات اجنبيه هم كانوا بيستوردوا منها ان هم يصنعوا على الاراضي المصريه. حلو. ويوفروا المنتج المستورد ده يبقى مصنع في مصر. كويس. ده الحمد لله نموذج احنا نجحنا فيه. في حاجات تانية ممكن، يمكن مثلا حضرتك بتتكلم على شمعة الاحتراق، في نموذج مثلا زي احجار الانجل ما بتتصنعش في مصر رغم ان ده مستهلك صناعي مهم. صحيح. احنا مثلا شغالين على دراسته وازاي نوفر احتياجات السوق المحلي، لان كل الصناعات الهندسيه بالنسبه لها حجر الجلخ او حجر القطع ده شيء مهم جدا. حققنا نجاح مثلا في فكره الصودا اش، وهي يعني يعتبر ملح الصناعه زي ما رجال الصناعه صح. بيقولوا، ولو اتوجدت في مصر صناعات كتير هتتحفز انها تتوجد جوه مصر، من ضمنها صناعات زي الازاز والسيليكون وغيرها وغيرها. طيب ما احنا عايزين نقوم الصناعات دي، عشان نقومها لازم يكون في هذا المدخل الانتاج المطلوب. بدانا نشتغل عليه، ويمكن احد الحاجات اللي اعلناها في مؤتمر 31 اكتوبر اللي فات 20 اكتوبر اللي فات مصنع السودا اش مع دكتور شريف الجبل ومجموعه اخرى من المستثمرين. دي الاهداف اللي احنا شغالين عليها، انا بكمل السوق، انت ناقصك ايه؟ بجيبه من بره، بجيب الاحتياجات دي. طيب هل انا عندي قدره ان انا اصنعها؟ عندي وفر طبيعي للموارد بتاعتها؟ لان انا مثلا لو قررت ان انا انتج اخشاب، هل مصر تقدر بشكل طبيعي تنتج اخشاب؟ مش هنقدر، ما عندناش الغابات زي الدول اللي عندها غابات. لكن انا عندي صناعات ثانيه، عندي الوفر الطبيعي بتاعها وعندي القدره التصنيعيه والقدره الاقتصاديه، اللي ناقصني ايه؟ ان انا اتحفز وانتج. فاحنا بندرس مناطق الوفره بتاعتنا وبندرس القدرات التصنيعيه بتاعتنا، وكمان نشوف مين دور الصناعه سواء المصريه او الاجنبيه اللي تخش تقوم العمليه دي للمعيار العالمي، وتبقى حاجه فخر للشعب المصري كله، وتتعمل على ارض مصريه وتتعمل صح، لنحفز العمليه التصنيعيه بالشكل ده ونحفز ان الاستثمار يتم. طب سؤالي عبد الرحمن، علشان ننجح الموضوع، مساله تصنيع الاخشاب كان غرضك فيها او قصدك فيها تصنيع الاخشاب اللي هي اخشاب طبيعيه 100%، ان انا اعمل غرفه السفره بتاعت جدتي بتاعت زمان، ولا ان انا اصنع خشب، اقطع شجره واعمل الواح خشب؟ ما انا طيب، انا هنا خليني اختلف معاك. العالم ما بقاش بيشتغل كده خلاص، ما بقاش في حد النهارده مصانع كبرى بتشتغل بالماسيف وود ده كل سنة واحنا طيبين. الناس تمام. بتشتغل بخشب رقائقي اللي هو بلاي وود، او بيشتغلوا بالخشب المفروم. مزلوط. يعني انت عارف طبعا في ماركة مشهورة قوي خالص كده موجودة عندنا هنا في مصر دي كلها يا بلاي وود يا خشب مفروم، ده مزبوط. وانت عارف طبعا ان هم ماركة اوروبي بس بيصنع في الصين. احد المشاريع اللي شغالين عليها خاصة الانتاج الام دي اف او الخشب المعالج. حلو. علشان يبقى موجود جوه مصر. أيوة. لكن انا بتكلم على الاخشاب الطبيعيه، احنا ما ديناش غابات نعمل منها اخشاب طبيعيه. بالظبط. دي مش نقطه، مش هخش في دي، مش بتاعتي. لكن السودا اش، طب ما انا عندي كربونات الكالسيوم وعندي المدخلات بتاعتها موجوده جوه مصر. الرمله السودا ده ما اعمل ثاني اكسيد التيتانيوم، ما اقدر اعمله لان عندي الرمله السودا اطلع منها ثاني اكسيد التيتانيوم. لما اجي اتكلم على الصناعات الثانيه، احنا عندنا في الموارد بتاعتها ونقدر بدل ما نصدرها مادة خام نصنع، ده اللي انا بتكلم فيه. انا عندي وفر طبيعي وعندي قدره تصنيعيه. بالنسبه مثلا لصناعات الاجهزه المنزليه، انا عندي الحمد لله مصنعين اجهزه منزليه جوه مصر عندهم خبره بتعدي سنين، عند اكتر من نصف قرن من دور الصناعه اللي موجود عندنا في الاجهزه المنزليه، واشتغلوا وقادرين يحققوا ده لان هم عارفين او عندهم نضج في الصناعه بتاعتهم. لما اشتغلنا على فكره مدينه الخامات الدوائيه، مصر ما بتصنعش خامات دواء اصلا، بس عندنا مصانع دواء الحمد لله كويسه جدا وبتصدر. طيب هم عارفين يركبوا الدواء بشكل صح وبشكل فعال ويكون يحافظ على صحه الانسان، لكن ما اقتحمناش مجال الخامه بتاعت الدواء، دخلنا احنا نحفز
نوفر خامات الدواء نفسها. بص بقى المدخلات بتاعت الادويه سواء مواد فعاله او مواد حامله او ايا كان المواد اللي بتبقى مطلوبه. الكلام معاك حلو، احنا قدرنا نخش نعملها ونعملها فعلا، واحنا عندنا وفر اقتصادي نقدر نقومه سواء تكنولوجيا موجوده او قدرنا نجيب تكنولوجيا من بره بناء على الموارد بتاعتنا. بناء على بص الكلام معاك بجد حلو مش هزار. انا مش عايز اختم غير لما اسال سؤال كمان عشان عجبني دماغك بصراحه. انتوا واضح من الكلام يا عبد الرحمن انه عندكم في ابدأ ما نستطيع ان احنا نطلق عليه خريطة الموارد اللي موجودة في مصر، سواء اذا كان المورد الطبيعي، المورد البشري، القدرات الصناعية، حجم التكنولوجيات الصناعية اللي موجودة، التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة عندي بناء على قدراتي في البحث العلمي. انا عندي ليثيوم يا عبد الرحمن، بسأل ليه؟ انا امل حياتي اعمل مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية. هل أنا عندي في مصر ليثيوم ولا لأ؟ هل أنا عندي قدرة أعمل النوع ده من المصانع ولا لأ؟ هو بطاريات العربيات الكهرباء أو الباتري مانجمنت سيستم اللي هو البي ام اس، هو ده اللي أصعب من أصعب من العربية نفسها. طبعًا. البطارية. ده يمكن احنا عندنا احد المشاريع بتدرسه بالفعل، وان احنا نقدر نوطن التكنولوجيا بتاعته جوه مصر، وهو من الحاجات اللي عندنا هي قيد دراسه بالفعل. حلو قوي. لكن عشان نحققه احنا كنا مثلا كنا يعني شايفين ان لا، هل المورد هو التحدي؟ لا، هو انظمه اداره البطاريات هي التحدي الاكبر في النوع ده من الصناعات. طب ما هو زي ما عملت مع المصنعين وقلت لهم هاتوا المصنع الرئيسي اللي كان موجود بتستورد منه، طب ما احنا نشوف مصنع برضو للبطاريات. انا اظن فيه، مش عايز اقول بس اسم الشركه، في شركه صينيه تعتبر هي الشركه الابرز في هذا النوع من التصنيع بتاع البطاريات الكهربائيه ومتفوقين، يعني هم تخطوا حتى مرحله تصنيع الليثيوم ايون، بقى بيعملوا ليثيوم سلفيت حاجات كده يعني. ما نقول لهم تعالوا يا جماعه صنعوا عندنا عشان يستعيدوا عن الليثيوم. ولكن عشان اكون واضح مع حضرتك، التفاوض لنقل التكنولوجيا هو تفاوض بياخد وقت، واحنا كمان بنبقى دايما مصرين ان المصريين يتعلموا ان المنتج الحديث اللي بينزل النهارده بره بعد كام شهر يكون عندي جوه مصر. فالتفاوض احنا برضه ما بنطلبش طلبات سهله عشان يوفقوا لنا بسرعه، فده بيحتاج مجهود تفاوضي وساعات عمل في التفاوض مع دور الصناعه الاجنبيه لغايه لما يقتنعوا خلاص احنا هنخش مصر بالشروط اللي المصريين عايزينها بالشكل ده. فده احنا في حاجات يعني طبعا ما تمش الاعلان عنها واحنا شغالين عليها، لكن فعلا الموضوع ده من الحاجات اللي قيد الدراسه وقيد التفاوض مع دور صناعه عالميه يعني. الله ينور. عبد الرحمن، اولا انا سعيد جدا بالمكالمه، سعيد بيك جدا جدا جدا، ومن غير ما اعرف كل اللي شغالين معاك في ابدا، انا متاكد ان كلهم زيك وما يقلوش عنك في حاجه، كلكم احسن من بعض بالمناسبه. حقيقي الواحد فخور بيكم جدا، شدوا حيلكم لان انتم مستقبل الصناعه في هذا الوطن. كل الشكر ليك عبد الرحمن عمر، عضو مبادره ابدأ.